توصيات الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار ومحو الأمية بيوقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة. من شأن هذا البروتوكول أنه يشرف على تنظيم عملية محو الأمية لأعداد كبيرة من المستهدفين من هذه الخدمة. عدد المستهدفين في محافظة الجيزة حوالي 1 مليون. التحفيز للقائمين بالتعليم ومحو الأمية سيكون من طلاب جامعة القاهرة أو خريجيها، وهيبقى في أساليب لتحفيزهم على ذلك. التحفيز قد يكون مادي وقد يكون موضوع كشرط من شروط التعيين في وظيفة في الجامعة، وأيضا قد يكون من المحفزات من الذي ما يصيب أو ما يأتي للمشرف على عملية المنظومة وتنفيذها على الواقع.